صباح الخير، معكم كوتش روان. صباح الخير، معكم كوتش روان. اليوم رح نعمل تمارين قوة لكل عضلات الجسم، زائد رح نشتغل على التوازن اللي هو يعتبر عنصر كتير مهم من عناصر اللياقة البدنية، ما بتقل أهميته عن أي عنصر تاني من عناصر اللياقة البدنية. رح نستعمل اليوم السكيت بورد، رح يكون معاي الكوتش شذاه والكوتش مصطفى. طبعاً إذا ما بتقدروا أو حاسين إنه مش مرتاحين تستعملوا السكيت بورد، فيكم إنكم تجيبوا بشكير صغير وتستعملوه كبديل للسكيت بورد. منبلش بالتمرين الأول اللي هو لانجز، وجهنا لهناك، إجرنا أهم إشي الخلفية تكون على بنص السكيت بورد، إجري الثانية لقدام، إيدي على خصري، بطني كتير مشدود، أنظم نفسي، رح أمد إجري لورا كاملة وأرجع 8 مرات. جو، لورا وبرجع لقدام، لورا وبرجع لقدام. 5 4 3 2 1. هلا رح اترك اجري محلها، رح اثني ركبتي ورح اجيب السكيت بورد لعندي بسرعه. ريدي جو. 8 7 6 5 4 3 2 1. هلا رح نشتغل الاجري الثانيه، نفس الشيء، اجر لقدام واجر تانية بنص السكيت بورد، اوكي؟ هلا ايدي على خصري، بطني مشدود، بركز بنقطة ثابتة لحتى احافظ على التوازن. ريدي جو. لورا اجري كاملة، لقدام ما بتني اجري الخلفية، اوكي؟ كمان مرة. 5 4 3 2 1. هلا بخلي اجري محلها، بثني ركبتي، جسمي ثابت، بجيب اجري لقدام بسرعه، لقدام ولورا. جو. 8 7 6 5 4 3 2 1. هلا رح نعمل اشي اسمه سايد لانجز. رح اوقف جنب السكيت بورد، رح احط اجر بنص السكيت بورد واجر الثانيه على الارض. رح اخلي اجري مستقيمه، اوكي؟ ممكن اخلي توازني على كعبي لحتى احافظ على التوازن. رح أمد إجري بطريقة مستقيمة وأرجعها. Go straight and back. برافو. 5 4 3 2 1. هلا رح أخلي إجري محلها، رح أثني، رح أحط كل إجري على سكيت بورد، رح أثني ركبتي وأجيب إجري بسرعة لقدام ولورا. Go. 8 7 6 5 4 3 2 1. الإجري الثانية نفس الشيء، بوقف جنب السكيت بورد، إجري بنصها رح تكون الإجري الثانية على الأرض، بحط توازن وزني على كعبي. جو. أجيبها برجعها مستقيمة. جو. كتير منيح. 6 5 4 3 2 1. هلا رح احط اجري كامله، رح اثني ركبتي زاويه 90 درجه، رح اجيب اجري بسرعه. جو. 8 7 6 5 4 3 2 1. هلا رح احط السكيت بورد قدامي، رح انام على ظهري، جسمي كله على الارض، اجري بنص السكيت بورد، اهم شيء الاجر تكون بنص السكيت بورد، بننام على ظهرنا، ايدي جنبي، رح اجيب السكيت بورد لعندي، برفع جسمي لفوق، بدفش السكيت بورد لقدام، برجع عن جسمي وبنزل لتحت. جو. اب بوش بول يس. كثير منيح. 5 بنزل. 4 3 بنزل. 2 1 بنزل. هلا من هون رح ارفع جسمي، رح اضل فوق، رح اجيب السكيت بورد لعندي من غير ما انزل جسمي وادفشه من عندي. جو. باك اند فورث. 8 7 6 5 4 3 2 1. بنزل شوي شوي، برفع جسمي، بحط ايدي وراي، اصابيعي باتجاه جسمي، رح احط اخلي اجري بنص السكيت بورد، رح ارفع جسمي على الارض، رح ادفش السكيت بورد، ارجعه لعندي وانزل دب.
وارجع اطلع. جو اب بوش، نجيبها لعندي بنزل ديب برجع بطلع، بوش اجيبها لعندي بنزل ديب برجع بطلع. اهم شيء انزل بايدي وارجع اطلع. اخر مرتين اب، اخر مره بطلع فوق، بضلني فوق بدفش جسمي، بدفش السكيت بورد عن جسمي. جو باك اند فورث، كثير منيح. بجيبها لعندي ستوب، هلا بنزل ديبس بايدي. جو ديبس اند اب، ديبس اند اب، 4 3 2 لاست وان اند ريليس. هلا شوي شوي رح اطلع. عملنا اول شيء عضلات، اكبر عضلات جسمنا اللي هو اللور بادي اسفل الجسم. هلا رح اشتغل عضلات بطني. رح احط ايدي على الارض واجري رح احطهم بنص السكيت بورد. اوكي الكوتشز رح يعملوا الاوبشن السهل اللي هم رح يجيبوا كوتشز ورجونا، رح تجيبوا النيز لعند منطقه الصدر ونرجع لورا. انا رح اعمل الاوبشن الاصعب اللي هو رح ارفع جسمي كامل لفوق. جو اب اند داون، اب اب، 4 3 2 اخر مره وبريح. بنزل اجري وبوقف. هلا رح اعكس، رح احط ايدي على السكيت بورد بالعرض واجري رح اكون اوكي، اجري على الارض وايدي على السكيت بورد مستقيمين، ايدي بالضبط تحت كتافي. رح احرك جسمي ثابت، رح احرك السكيت بورد يمين شمال. جو 8 7 6 5 4 3 2 1 نثبت من هون. رح نعمل اشي اسمه سبايدر مان. جو رح اجيب كوعي لعند ركبتي، كثير منيح. 4 3 2 1 من هون بنزل على ركبتي، بجيب السكيت بورد جنبي، بحط ايدي على السكيت بورد والايد الثانيه على الارض، برفع اجري على رؤوس اصابعي وبروح باك وبرجع مرتين. نعمل الايد الثانيه على السريع. جو ايدي على الارض، ايد على السكيت بورد. جو اب اب، كمان مرتين، اخر مره وبريح. بهيك بنكون شغلنا كل عضلاتنا. بتمنى لكم يوم سعيد ونرجع نكمل فقرات دنيا دنيا.